السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله ندير معكم واحد الفطيرة كتجي هائلة، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. بسيطة ما وعراش. غادي نحتاج لهاد الفطيرة هذه كأس من الماء وكأس من الحليب بارد. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire avec vous une galette. Donc pour faire la pâte, j'ai besoin d'un verre d'eau, d'un verre de sucre, de lait. وغادي نحتاج الملح. ومن بعد البنات غادي نزيد الدقيق، وغنحتاج لواحد خنيشه ديال البيكان باودر. دونك جي مي ان تي بو دو سيل، جو في ميتر دو لا فارين، اي ابري اون ان ساشي لوفر شيميك. جو في ميتر لي زانغريديون دون لا بار دانفو، ونحط لكم المقادير ان شاء الله. عندي هنايا خنيشة البيكن باودر. غادي نجمع العجينة ديالتي البنات، بالنسبة للكوب ديروا الكوب اللي نتوما يعني. انا حيت كنت باغا ندير بزاف ديال العجين، لان باغا ندير وصفة اخرى المرة المقبلة ان شاء الله. كنجمعوا العجينة ديالتنا ونخليوها ترتاح واحد شوية. Donc je vais laisser reposer ma pâte 5 minutes à 10 minutes. ومن بعد ان شاء الله البنات غندوزو باش نصوبوا الحشوه ديال هاد الفطيره هادي. ان شاء الله تعتمدوا عليها في الشهر الكريم. بالنسبه للحشوه ديالي البنات، انا اليوم اختاريت ندير لي لاردون ديال الدجاج مبخر. تقدروا ديروا اي حاجه في الحشوه البنات، كيبقى لكم الاختيار. انا اختاريت هاد لي دي ديال الدجاج مبخر. وعندي هنا واحد البصله، جوج بصلات مشنفين. Donc pour ma farce, j'ai deux oignons émincés et j'ai des lardons de poulet fumé. Donc je vais faire revenir mes oignons dans l'huile d'olive. Et après, je rajoute mes dés de poulet fumé. وغادي ندير شويه ديال الفلفل الاسود. الملح ما غنديرش الملح، لان عندي هاد لي لاردون ديال الدجاج مالحين. دونك جو في راجوتي ان تي بو دو بوافر. جو ميتري با لو سيل باسكو لي لاردون سون ديجا سالي. كنخليو هادشي يتشحر لنا البنات. Donc je vais faire revenir mes oignons et mes lardons de poulet. On va dire qu'ils sont à la janib. D'abord, je vais en deux ans, on va voir la hajine d'Yenna. Au bas, je vais dire qu'il y a de la hajine de Benat, je vais dire qu'il y a de la nacha. Donc pour faire étaler ma pâte, j'ai besoin de la maïzena. غادي نقسمها كما قلت لكم على جوج، لان النصف الاخر ما غاديش نحتاجو، غنحتاجو لوصفه اخرى اللي غادي ندير معكم في المره المقبله ان شاء الله. على فكره هاد العجينه تصاوبوها كتبقى تحتفظوا بها في الثلاجه لمده. ودابا هاد الكره غادي نقسمها على اربعه. Donc je vais couper mon pâton en 4. هي الخدمة ديالتها بحال كنصاوبو ورق الجلاش او ورق الفيلو.
ودابا غادي نطلقوا وحده بوحده ان شاء الله. دائما كنستعنوا بالنشا. Donc je vais essayer d'étaler ma pâte jusqu'à ce qu'elle soit fine, comme si je suis en train de faire la pâte filo. نجينا يعني تطلق سهلة ما شاء الله، دغيا كتطلق. كنحاولوا نطلقوها باش تجينا العجينة رقيقة. هانتوما هذا هو السمك اللي بغيت، يعني حتى كتولي ترونسبارونت كيبان لينا. غادي نجمعوها باش نطلقوا الاخرى، الكويرات الاخرى. يعني كل فطيرة خصني 3 ديال الكرات. دونك vous voyez bien comment j'étale ma pâte. Ça aurait été mieux si j'avais un rouleau plus long. C'est plus pratique pour faire ce genre de pâte. ما عنديش هذاك الرول الطويل البنات اللي كيخدموا به، يعني الورق الفيلو هذاك في حقه بلو براتيك. مي لقيت هاد لا تكنيك هادي صراحه، يعني كتخرج لينا الورقه ما شاء الله. دونك جي تروفي سات تكنيك بور افوار ما بات فين كوم جو فولي. غادي نطلق الثالثه ان شاء الله. ودابا البنات كنديروا الورقه الاولى، كندهنوها بالزبده. دونك جو في باديجوني ما بروميير بات افيك دي بور. ومن بعد كندردر نصف الحشوه. كتجي مقرمشة يعني مورقة، ان شاء الله تجربوها. ومن بعد غادي نطلق الورقة الثانية على هاد الحشوة هادي. واخا يعني كتقطع لنا ماشي بلايص ماشي مشكل. Donc je remets ma deuxième feuille, pâte, et après je badigeonne avec le beurre. كنعاودو ندهنو بالزبدة، ما نساوش باش الفطيرة ديالتنا كتجينا مورقة البنات. جو باديجون افيك دي بوغ. ودابا البنات غادي نلويو الفطيرة ديالنا. Donc je roule ma pâte comme ça.
وغادي نصاوبوها على شكل محنشة. نحيد شوية الجانب هذا، بقى خاوي. الفطيرة ديالتنا كتجي بهذا الشكل. مازال غادي نطلقوها. دابا جبت لاطا اللي غادي ندير فيه الفطيرة ديالتي، غادي نحاول نطلقها بشوية. دونك جو ايسي ديتالي ان تي بو ما بات. كنحاول نطلقوها بشوية باش ما تخرج ليناش الحشوة. غنطلقها عاد نردها في اللاطة. الفطيرة ديالتنا كتجي بهذا الشكل هذا. الفران ديالنا شاعل على 180. غادي نخلي الفطيرة ديالتي تقريبا 45 دقيقة. قبل ما غندخلها غادي ندهنها بأصفر البيض. دونك افون دو ميتر ما غاليت او فور ا 180 دوغري بوندون 35 à 45 مينوت. Je la badigeonne avec le blanc d'œuf mélangé avec un petit peu de lait. L'asphar, خلطو مع شوية ديال البيض الحليب. وندير لها هذا الموتيف هكا بالفرشيطة. Je vais essayer de faire un petit peu de motif avec ma fourchette. غندخلو الفطيرة ديالتنا البنات. نقول لكم ا توت الوغ. الفطيره ديالتنا كتجي بهذا الشكل، هذه مقرمشه البنات ومورقه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها باذن الله. دونك نوتر غاليتي لي بريت اي لي مانيفيك. جيسبر كو فوزالي ايسيي سات روسيت. وفي انتظار وصفه قادمه كنقول لكم الى اللقاء البنات.